شفت ترى الراي ذا لك انت، مالي شغل انا فيه، لان لهم زعلني ولا هم مرضين. انا صوت الجمهور صدقني. محمد نايف الحزيمي وش رايك بشعريته وفي شخصيته؟ شعريته شاعر. شوف عشان تدري اني منصف واني ما هضم حق احد. شعريته شاعر لكن عقليته وسط. احتاج شرح اكثر. انت ما نشتني الا عندك علوم من طرف شيء 100%. ما انت بناشدني لوجه الله. تفضل. زين؟ تفضل. الرجال ذاك شاعر يملك موهبه شعريه ما يختلف فيها اثنين. كل رجال ان يعد الحق بيعد النايف شاعر. ماني مثلك تجحد ان صوتي زين. تمام. لكن رجالا يدخله غره في نفسه. أنا آسف حقك علي. يدخله غره بس هذا رايي. تفضل. يدخله غره في نفسه. ممكن ان الجمهور يحركه. سوينا لنا عمل فعلى شهر ربع ساعه وانا تعبان في العمل لي حول 4 ايام من غير اي مبالغ مادية. وقفت خوي مع خوية نزل العمل قبل الوقت اللي هو يبيه بربع ساعة. فشل عليه حرب أهلية وقعد يكلم فلان وفلنتان ويحذف العمل. والله أني صير، والله أني أسوي، والله أني أفعل، والله أن عشان نزل قبل الموعد. قبل الموعد بربع ساعة. الله الله. طيب فقرر في تويتر وانطلق علي. انطلق علي مرة، حطني على الصدام مرة يعني. وأنا ما كنت أستاهل والله، ما أبدا ما كنت أستاهل يعني. ما جه مني للجانب الطيب والرد الطيب والوقفة الطيبة. فتبرى من العمل، قال أنا ما أعترف بالعمل هذا. والمنشد لا صار ما هو متفق مع الشاعر. المنشد والله ما سوى شيء، والله أنه ما سوى شيء، ينهي دور الستر. الله الله. قال يحذف العمل، قلت ما يحذف العمل. عناد صار. ها؟ صار موضوع عناد. ما هو بعناد، حق. طيب هو ما حق؟ لا. أنت أنت متربط معاه في وقت صح؟ صل على محمد. قلت له يا نايف إن كانك تعرف حقوق الرجال، تبرك لحقوق الرجال وأبرك أنا بعد. ويحقون بيننا رجال. إذا لك حق تأخذه. ما لك حق آخذ حقي أنا. هذا حل. الحل الثاني الدن في حسابي المبلغ الفلاني وحذف العمل. لكن رابط الرجلي عندك في الرياض 4 ايام وانا اشتغل في العمل واخر شيء تبيه كذا بشربة ماء؟ لا. انا اتعابي، انا تعابي اللي اجتهدته ان العمل ينزل في قناتي. غير الكلام هذا ما عندي. معلش انت الان المشكلة هي على 3 اشياء. المشكلة الاولى العمل نزل قبل بوقته ربع ساعة. قبل بوقته. اثنين كان يبغى ينزل في قناته ونزلته في قناتك؟ لا. العمل في قناتي انا. حلو جميل. بس انه يوم نزل العمل فرق الربع ساعة هذه قال يحذف العمل وينزل في قناتي. طيب هذا ما كان متفق عليه مسبقا؟ لا. طيب انت اخذت مادة على العمل؟ لا. او كان في اتفاق مادي قبل؟ يعني العمل على حسابك انت؟ العمل الاستديو على حسابه هو. على حسابه هو؟ اي بس انا ما اخذت شيء لي انا. ما اخذت شيء لك؟ لا انا تعبي وشي في العمل هذا انه ينزل قناتي. اها يعني انت وهذا كان اتفاقك معاه؟ ايه قدام الرياجيل وقدام المهندس وقدام رجال اخر كان موجود. اذا انت تثبت الان انه فعلا العالم والشباب اللي حواليك قاعد يطلعون اكتافك. صحيح. ما له خص، انا مستفيد في العمل هذا ولا ما انا مستفيد؟ طيب ايش سبب تغيير كلام نايف الحسين في الاخير؟ شلون شلون؟ ايش سبب تغيير كلام نايف الحسين في الاخير؟ ليش في اخر ربع ساعه يبغى العمل ينزل في حساب؟ انا نزلت العمل قبل الوقت المحدد اللي هو يبيه. جميل. طيب ربع ساعه قال لا انك انت قاعد تتصرف من راسك وانك ما تراني شيء. انا قايل للجمهوري كذا كذا كذا. قلت انت تدخل بيني وبينك جمهور وش ما له خص يعني. بيني وبينك اكبر. تقدر تقول لي محمد انت زعلتني وكذا، بس تقول لي انا قايل للجمهوري كذا وكذا، ليه تدخل بيني وبينك جمهور؟ ليه تقدر تجيني كذا راس براس؟ وش صار الاخير؟ الشيء الاخير اللي صار ايش صار الاخير؟ خليت العمل وهو تبرى منه في تويتر، خذ له نص ساعه، حذف تغريدته وغرد بالعمل. غرد بالعمل تصالحا او ما ادري، حس ما صار بينكم شيء بعدها؟ لا ما توصلتوا؟ لا 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 يعني استسلم. يعني تقدر تقول استسلم الامر الواقع.
هو بس استسلم هو درى والناس اللي هو كلمهم قالوا يا ولد تراك ضايع تراك مخطي على الرجال لاني انا قلت له تعال نجلس عند رجال يقطع الحق اذا انا المخطي محمد لك اللي تبي اذا انت المخطي لي اللي يبي هذا امر الامر الثاني اذا تبي العمل يحذف من قناتي الدن في حساب المبلغ الفلاني اتعابي في العمل وش رد عليك على هالموضوع بعد ما قلت له الخيارين غرت في تويتر زي ما قلت لك حلو هي قال تراني بتكلم في السوشيال ميديا قلت يعني لسان مختار بين الخيارين هذه اي شيء لا قال بتكلم في السوشيال ميديا قلت تكلم لسان ما خلقه الله لا يتكلم تكلم يعني بتذبحني بكلامك ما تذبحني بعد هالكلام كله ايه؟ وبعد هالمشكله كلها ايش اللي خلاك تشكك في عقليه الرجل هل تقصد انه عقله صغير شوف انا لو صار بيني وبينك شيء الحين صار بيني وبينك شيء يعني انا لو قمت الان من اللقاء هذا ماني بزعلان عليك ولا في خاطري شيء هذا يعني انه عقل كبير يعني اسمعني ثم طلعت منك منه راضي ما فيني شيء بعدين اشوف كلام الجمهور واجيك ارجع زعلان هذا عقليتي فيها شيء يا ان ما انت واثق في نفسك يا انك مسير هذه انا شك في عقليتك وقتها يعني نايف الحزيمي يمشون الجمهور على كيفهم نعم في ذاك في ذاك الموقف وباع خويه ما بقول باع خويه اختار جمهوره على خويه يا سلام هذه اللي حاب تقوله اي استكمالا لموضوع الاعمال محمد اليابسي اي هل اخذ الحانك